مرحبا احبابي، كيفكم؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافيه يا رب. بدي اعمل انا وياكم طريقه شيء كتير طيب ورائع وان شاء الله بيعجبكم، من البيض والموز. عنا موزتين وبيضتين. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدي احط هولي بالخلاط، بسم الله. كمان بحط فوقهم كوب حليب، كوب المقاس، بدنا نخلطهم منيح مع بعض. بعد ما خلطناهم هلا بدنا نصفيهم بالمصفاي. بصفيهم دغري فوق العجينة عشان بدي اعجنهم بالعجينة. طريقة كتير كتير سهلة وسريعة وإن شاء الله تنال إعجابكم، وأكيد بتعجب كتير الأولاد. بس صفيتهم هلا بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بحط فوقهم ملعقة صغيرة خميرة. كمان نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة سكر. ملعقتين طعام زيت نباتي. ملعقة اثنين. هلا منحط طحين كوب، اثنين، ثلاثة. حطيت 3 أكواب المقاس طحين. نعجن العجينة. كمان بحط نص كوب طحين. نرجع منكفي عجن. انتهينا من عجن العجينة. انتبهوا حسب نوعية الطحين، انا حطيت 3 أكواب ونص، انتم ممكن تحطوا اقل حسب نوعية الطحين. برش بالجات شوية طحين. كمان بحط العجينة. بسم الله طلع لنا عجينة شوية، اذا ملاحظين بتلزق شي بسيط.
شايفين كيف هذا القوام اللي نحنا بدنا اياه. هلا بحط العجينه بالجاط، كمان بحط على الوجه رشة طحين خفيفة، هلأ بغطيها وبحطها بمطرح دافي وبتركها ترتاح ساعة. هيدي العجينة بعد ما ارتاحت وصارت بهيدا الشكل، ما شاء الله خمرت منيح. هلا بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي احط بقلبها نوتيلا، كمان في عدة أشكال نعملها فيها، بس أنا رح أعمل هلأ هيدا الشكل، بعملها بهيدي الطريقة. كمان رح أقصها بالمقص، هلأ بحطها على ورقة الزبدة. رح نعمل عدة أشكال مع بعض. حط منيح الطحين، محمل الفرن اكيد على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هيدي رح اعملها بهيدا الشكل، فينا نعمل الأشكال اللي نحنا بنحبها. كمان بحط نوتيلا، نفس الشي بلفها، هلأ بحطها على ورقة الزبدة. وهيدي طريقة كمان رح أعمل عدة أشكال. نفس الشيء بنلفها، بهيدا الشكل. هيدي رح اعملها بدون نوتيلا. بوصلن ببعض، بضغط عليها بهيدا الشكل منيح، منجدلن مع بعض. كمان بضغط عليها.
تعملها كأنها مبرومة، مجدلة بس صغيرة ومبرومة. نضغط على بعض كمان من جديل. ببرمها بهيدا الشكل. نعملون اكس، شايفين كيف؟ هيدي لهون، هيدي بالعكس، نفس الشيء. كمان على ورقة الزبدة رح نعمل بولات احشيهم نوتيلا. بسكرها منيح. وبحطها على ورقة الزبدة بهيدا الشكل. رح كفي الباقيين عبي الصينية ونرجع منكفي مع بعض. عنا ملعقتين طعم حليب وصفار بيضة. كمان رح حط نص ملعقة صغيرة فانيلا. بخلطهم منيح. بس خلطتهم منيح، هلا بدنا ندهن سطح العجين. البيض بيعطي كتير كتير لون حلو للمعجنات، بيعطي اللون الاصفر الذهبي، كتير كتير بيطلع لون حلو ورائع. هيدي اللي ما حطيت عليها شيء، اللي ما حشيتها شي، رح احط عليها رشة سكر خفيفة. وكمان رح احط رشة قرفة صغيرة. بتعطي طعم وشكل كتير طيب. هلا بحطهم بالفرن. هولي بعد ما طلعوا من الفرن اخدوا بالفرن 9 دقايق. هيدا الشكل النهائي، من الاسفل من الخارج ومن قلب العجينة. كتير كتير طالعة عجينة ناجحة 100% ومش معجنة ابدا. بتمنى اللي بيحضر الفيديو يعمل شير ولايك للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.